بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى صراط المستقيم ببركة القرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة. لنا يا رب العالمين، اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا. ومن النار سترا وحجابا والى الخيرات كلها دليلا واماما بفضلك وجودك وقرمك يا كريم اللهم اهدنا بهدايه القران ونجنا من النيران بكرامة القران وارفع درجاتنا بفضيله القران وكفر عنا سيئاتنا بتلاوه القران يا ذا الفضل والاحسان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah